السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي في كل مكان. اصحى يا غاوي، بالصلاة على النبي افرجكم كام حتة كده في الفيديو ده. عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تضغط لايك للفيديو الجميل دوت علشان يوصلك مني كل جديد. تشجيع للمملكة، اضغط لايك للفيديو يا غاوي. وتحياتي لكل راجل جدع. اللي قدامكم ده ديك انصاص، يعني ام حجازي ابو حجازي، ام هندي ابو هندي كده. المهم يعني ايه حجازي في هندي للناس اللي مش فاهمه؟ طبعا انا بكلمكم بالعاميه خالص اهو. معنى كلمه انصاص يعني ام هندي وابو حجازي او العكس. ديك جميل على فكره، ومواصفاته حلوه على فكره، وفي ناس بتبيع حجازي. يعني انت ممكن الفرخ ده تشوفه عند حد يقول لك عليه حجازي ويبيعه لك حجازي، ولكن هو منقاره خفيف. بس اسمع مني والله، ناس بتبيعهم، في ناس بتبيعهم على اساس حجازي، ولكن انتوا عارفين الحجاز اللي في مملكة الطيور بتبقى مستويات قوية يا جماعة، اللغد والعين البيضة والضلع الارض، وده ما شاء الله فيه بنسبة 70% واخد من الحجاز يعني، ولكنه هو فرخ انصاص. ديك شاب بدأ ممكن يأذن حاليا، يعني قدامه شهر شهرين ويبدأ يشتغل وينتج 100% مع فراخ هندي، مع فراخ انصاص زيه، مع اي شيء. فرخ جميل بلوزة، وفرخ ابيض لونه حلو. تقدر بقى تقدم للفراخ في الفترة دي مكمل غذائي علشان ايه؟ يحسن نمو الريش. وفي فرخ برقبان هناك اهوت اللي هو الفيتنامي، تمام؟ ده في فيديوهات تانية هبقى اعرضها لكم. ودول ثلاث حتت شبابان، باكستاني هندي باكستاني. شفتوا بقى شكل الهندي عامل ازاي؟ وشفتوا شكل الفراخ الانصاص عامله ازاي؟ واللي هعرضه لكم ده شكل الفراخ الحجاز الاصلي. تبقى انتوا كده عرفتوا ايه الفرق ما بين الفراخ الهندي والحجازي والانصاص. انا وريتكم الثلاث مراحل اهو. اللي قدامكم دول الثلاثه الشبابات، دول هندي باكستاني دلع على الارض والوانات جميل. والفرخ اللي ظهر لكم في اول الفيديو ده فرخ نص، واللي ظهر لكم الوقت ده فرخ حجازي وشغال. يعني ممكن الفرخ الانصاص ده يبقى فيه لغد جامد، بس منقاره وحش، منقاره مش تخين زي الفرخ اللي قدامكم ده. فتحياتي لكم جميعا. لو في استفسار في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، انا برد على الناس كلها. عايزك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منه كل جديد، واضغطوا لايك يا رجاله. ما ينفعش تبقى معايا لحد دلوقتي ولسه ما ضغطتش لايك للفيديو ده، علشان انت مع اسلام مملكة الطيور هتبقى غاوي محترف. اصحى يا غاوي، ما شاء الله حاجات جميلة جدا. لو محتاج اي شيء اكتبولي في التعليقات وانا برد على الناس كلها. وارقى مسا عليكم يا غاويين المملكة. السلام عليكم.